تجسدت مساعي الجزائر عن طريق سياسة حكومية تحظى بدعم كبير من طرف السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد طبون، تقوم على مخطط حكومي تم المصادقة عليه خلال الأيام القليلة الماضية من قبل غرفتي البرلمان، وترتكز هذه السياسة على استراتيجية وطنية وبرنامج عمل يهدفان إلى حماية النظم البيئية واستعمالها المستدام وتثمينها، بغية الحفاظ على ما لا يقل عن 50% من التنوع الحيوي على مستوى المناطق البرية و 5% على مستوى المناطق الساحلية وكذا البحرية، وإصلاح الأنظمة البيئية الطبيعية في مساحة لا تقل عن 5 ملايين هكتار، وذلك بحلول 2030. بالإضافة إلى ذلك، تعمل ذات الاستراتيجية على توسيع شبكة المحميات قصد ضمان أقصى حد من الحماية للأنظمة البيئية والموارد البيولوجية النباتية منها وكذا الحيوانية. تعمل الجزائر على إعادة تأهيل السد الأخضر وتوسيعه بحلول 2035، بغية الحد من التصحر وكذا الحفاظ على النظم البيئية على المستوى المناطق التي يغطيها هذا السد.